مستمعين يا جدع. تمام يا فندم، أبدأ حضرتك. طب اتفضل اقدم حضرتك، اتفضل. تمام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. على بركة الله بيبدأ اجتماع اليوم لشرح تطبيق من أجمل وأفضل التطبيقات اللي يستفيد منها كل معلم في مدرسته في فصله. تطبيق قديم لكنه في ميزة ظهرت حديثا. التطبيق باوربوينت موجود في كل اصدارات الاوفيس السابقة من اول اوفيس 2003 لغاية اوفيس 2007، لكن الميزة النهاردة هنتكلم عنها هي يعني ابتكار واكتشاف جديد للباوربوينت يكاد يكون بيغير فكرتنا عنه. انا هسيب التقديم لاثنين من مبدعي محافظ السوهاج في هذا المجال، الاستاذ وائل عثمان خبير الاوفيس 365، مس نجلاء فتحي خبيرة أوفيس 365 بسوهاج. إن شاء الله نتمنى لحضراتكم الاستفادة والاستمتاع، ونبدأ مع مس نجلاء في الشرح والعرض الممتع إن شاء الله. تفضلي يا فندم. السلام عليكم ورحمة الله. في البداية بحب أشكر الحضور، بشكر الجميلة دي في بداية الاجتماع، وإن شاء الله النهاردة هنشرح تابة جديدة من برنامج أو إضافة جديدة في برنامج الباوربوينت تبع برامج أوفيس 365، وهي الريكوردينج. طب كده الشاشة عندكم واصلة يا جماعة كده؟ ايوه تمام. يا فندم، على اهداف اليوم. أول حاجة طبعا هنتكلم فيها أهداف اليوم النهاردة، أو الحاجات اللي هي هنتعرف عليها خلال الاجتماع. أول حاجة هنتعرف على مقدمة عن تبويب ريكوردينج، ثم هنتعرف على طريقة الوصول إليه إن لم يكن ظاهرا وتحديثه، كيفية التسجيل على الشريحة، كيفية إنشاء أسئلة تفاعلية، كيفية أخذ لقطة وتصوير الشاشة أو نافذة مفتوحة، كيفية التسجيل بفيديو لكل ما يحدث على الشاشة. برضو من ضمن الأهداف اللي هنعرفها النهاردة كيفية تحميل وإدراج فيديو من على الجهاز إلى الشريحة، كيفية إدراج تسجيل إلى الشريحة، كيفية تحويل الشرائح إلى عرض باوربوينت جاهز للعرض، كيفية تحويل العرض إلى فيديو، كيفية النشر على ستريم. ده كان بالنسبة للأهداف اللي هنتعرف عليها خلال الاجتماع النهاردة. أولا بالنسبة لمقدمة عن تبويب الريكوردينج. الريكوردينج بنقول إن هو تبويب ضمن برنامج الباوربوينت اوفيس 365، وده بيعتبر بمثابة اضافة جديدة لخلق دروس تعليمية تفاعلية وليه مزايا عديدة منها. من ضمن المزايا اللي بيتميز بيها ريكوردينج عمل تسجيل لشريحة او مجموعة شرايح، انشاء اسئلة تفاعلية، اخذ لقطة وتصوير الشاشة في مفتوحة، وغير ذلك عمل فيديو لكل ما يحدث على الشاشة. زي ما شايفين الصورة دي للريكوردينج ومحتوياته، ريكورد سلايد وابس كويزز سكرين شوت سكرين ريكوردينج فيديو، وفي اوديو اللي هو الصوت، في سيف اس اشو، في اكسبيرت تو. بعد ما عرفنا او عرفنا عن اهداف اليوم، وكمان خدنا مقدمه عن التبويب اللي هو ريكوردينج، يمكن دلوقتي هنعمل تذكره لازاي اوصل 16 منطقه عن طريق طبعا الاول انا ببت ازاي اوصل 2000 باوربوينت احد برامج اوفيس 365، ازاي اوصله وانزله على طبعا عندي هنا المتصفح بينج، وهبدا ان انا هكتب عليه اوفيس 365.
طبعا ده دخلني على حسابي اللي هو تيم علشان انزل منه برامج او اوفيس 2016. معلش هو بيطول شوية لأن النت ده. الحساب أنا طلعته كده حساب، هعمل اللي هو انستول اوفيس اب وهختار اوفيس 2016، بس يفضل ان انا بختار اذر انستول اوبشن عشان ده بيخيرني ان انا اختاره. ومن هنا هتظهر جميع بيجي منين؟ التطبيقات على اوفيس. هو بيجي منين ده؟ بيجي منين ايه الحساب؟ لا انا بخش على الميل 365. اه تمام، طيب بعد تفتح ما المتصفح دخلت البند وبتدخل على الحساب اللي هو 365، طب تفتح ما انا الصفحة دخلت دي، الصفحة اللي هي بتاعت الميل بتاعتي. صفحة الإيميل اهي موجودة، وهندخل على انستول اوفيس ابس. استول اوفيس فيها اب. خيارين انستول اوفيس ابس. طب انا عندي هنا ما فيش انستول ايه انستول اوفيس ابس، وعندي هنا اوفيس 2016 او اذر، وفي عندي اذر انستول اوبشن، فانا هختار زي ما قلت انستول اذر اوبشن. هتطلع لي جميع التطبيقات، جميع التطبيقات جميع تطبيقات اوفيس 365. هختار طبعا النسخة اللي هي مفيدة بالنسبة للجهاز بتاعي اللي هو 32، سواء كان 32 أو 86 على حسب النسخة الموجودة عندي في الجهاز، وأعمل انستول. هيبتدي إن هو يتحمل على الجهاز عندي، وهينزل أوفيس 2016 عندي على الجهاز بهذا الشكل. ده هتلاقي تطبيق او تطبيق الباور بوينت، هتلاقي عندي كتابه اسمها ريكوردينج، وده موضوع الاجتماع بتاعنا النهارده. مفتح الريكوردينج هتلاقي بتتكون من كذا تابات. اول حاجه ريكورد، وفي ابس اند كويز، وفي سكرين شوت. ابس طبعا دي بتتعمل للاسئله التفاعليه، وهنشوف دلوقتي مع بعض. وهنا سكرين شوت، وفي سكرين ريكوردينج، في فيديو، وفي اوديو، في سيف از شوت تو فيديو. ده مكونات الريكوردينج. لما انا هبدا اول حاجه موجوده عندي اللي هي الريكورد سلايد شو،
الريكورد شو ده اكيد ان انا ممكن رايح الباوربوينت بالصوت والصوره، وكمان ممكن عن طريقها اسجل صوتي، ممكن اعمل فيديو صوت وصوره، ممكن كمان اكتب على الشرائح، ممكن اتنقل ما بينها. ده بالنسبه للريكورد سلايد شو. دلوقتي يمكن انا اهم حاجه في السلايد ريكورد شو او الاداه دي انها بتمكنني ان انا اعمل فيديو تعليمي للمنهج بتاعي، وانا هوريكم دلوقتي فيديو مصمم. فيديو مصمم عاملاه قبل ما اعرض لكم ازاي بيتعمل هذا الفيديو عن طريق استخدام اداه تسجيل الشرائح او اللي بنقول عليها ريكورد سلايد شو. طبعا زي ما انتم شايفين في الفيديو ان انا كنت درس عندي اللي هو الويب تايم. دلوقتي انا فكرت ان انا في الدرس ده ايه الاستراتيجيه اللي انا هستخدمها. مثلا هستخدم المايند ماب، ابتديت ان انا اعمل شرايح على الباوربوينت. للدرس مره بالكلمات، الشريحه الاولى كانت كلمات، الشريحه الثانيه كانت صور، والشريحه الثالثه كانت كتابه، لان البرنامج ده او الاداه دي بتسمح لي ان انا اكتب واستخدم الان. فانا بدايه هنا عايز احول الشرايح اللي انا صممتها دي الى فيديو، فيديو تعليمي. احوله ازاي؟ عن طريق ان انا بفتح تويب الريكوردينج وبعمل ريكورد اللي هو سلايد التابه اللي هي ريكورد سلايد شو، بضغط عليها بيظهر لي عندي الشاشه اللي انتم شايفينها دلوقتي. العلامه الاولانيه دي ريكورد اللي هي ببدا اول ما بضغط عليها عندما ببدا التسجيل هنا علشان اوقف التسجيل بتاعي. هنا النوتس، والنوتس دي ممكن اكتب عليها الحاجات اللي انا عايزه اقولها في الفيديو، وان من الحاجات اللي انا بكتبها في الفيديو ما بتظهرش في التسجيل. وهنا بختار نوع الصوت، ده كلير ريكوردينج ان هو الصوت يبقى واضح، سواء كان لو انا عايزه مثلا الصوت هنا عندي بالنسبه للشريحه دي فقط، ولا اعمل لكل الشرايح مع بعض حسب الاختيار اللي انا هختاره. هنا في السيتنج او الاعدادات بختار هنا الصوت والكاميرا. طبعا انا هختار نوع الصوت اللي انا هعمله، انهي الصوت في الاختيارات. وهنا هختار لو انا ضغطت عليها دي يبقى انا كده هعمل فيديو صوت وصوره، صوت وصورة. السهم ده بيكون التقليد بين الشرايح عشان اقلب للشريحة اللي بعديها، او وهنا برضو للي قبليها. اجيب الشريحة اللي بعديها كده. بالنسبة للعلامة دي انا عاملها هنا كاميرا، انا لاغيه الكاميرا لان الفيديو اللي انا هصممه هيكون صوت فقط مش صوت وصوره، فلغيت العلامه اللي على الكاميرا. لكن انا لو حابه ان انا اعمل فيديو صوت وصوره يبقى انا هضغط على الكاميرا عشان اعمل صوت وصوره، وهكذا بالنسبه للصوت. الالوانات دي او القلم بعد كده ممكن ده بيتيح لي زي ما قلنا الكتابه، لان الاداه دي بتمكنني من الكتابه. فهنا عندي رابر او الاستيكه اللي ممكن امسح بيها، عندي بعد كده القلامه اللي انا هكتب بيها، وعندي اتنين، واحد بيبقى سك سميك او بنقول عليه واحد رفيع، وممكن ان انا اختار اي لون انا عايزاه. بمجرد ان انا هضغط على العلامه اللي هي او الدايره الاحمر دي هيقول لي 1 2 3 وكده بدا التسجيل، وبدات اسجل في الشريحه. طبعا بالنسبه للانيميشن انا ما عاملاها فهقلب كده
هيظهر لي الانيميشن وابتدي مثلا اقول فود ايتم، هتظهر هنا هسجل صوتي على الانيميشن اللي بعده صوت هوت صوص هوت صوص، وكده ببدا ان انا هسجلها. انا طب عايز اقفل التسجيل او انهيه، هعمل له ستوب ستوب. طلع عايز اكمل. الو، الو ايوه، لو عايز اكمل تسجيل ادوس تاني. الو معايا حضرتك؟ ايوه تمام، مع حضرتك سامعك. يعني لو عايز اكمل تسجيل بدوس على نفس العلامة دي برضه. تمام، انا هستأذنكم يا جماعه، معلش انا هقفل الصوت بس هستأذنكم معلش. يعني السؤال ممكن يتكتب، اللي عنده سؤال يتفضل ممكن يكتبه هنا. انا هنا في الشريحة الاولى كده انا سجلت، هبتدي اسجل مثلا في الشريحة الثانية او اقلب بين الشرايح. طبعا انا كنت عايزة اهو ده الشريحة الثانية، الشريحة الثانية دي كانت ان انا ممكن استخدم القلم واكتب، ممكن اختار القلم اللي انا عايزاه سواء كان قلم متوسط في الحجم او اختار رفيع او سيك على حسب. كمان ممكن اختار اللون وابدا ان انا اكتب مثلا صوت وهكذا بالنسبة لباقي الشرايح. يبقى انا كده البرنامج من 3 حاجات، ان انا اسجل صوت على الشريحة، وان انا اكتب كده. انا بقى عندي كده صوت اهو، الصوت اللي انا سجلته هيتسجل لي بالشكل ده اهو. الصوت اللي انا لو انا هعمل كليك هتظهر لي هنا، ممكن اعمل له مثلا كات او كوبي، ممكن اعمل له سيف اس ميديا اسجله كفيديو، ممكن هنا فورمات بيكتشر على حسب. في حاجه علامتين مهمين جدا اللي هي تريب، ودي انا لما بفتحها ممكن ان انا اتحكم في الصوت. يعني انا مثلا عايزه الغي الجزء الاول من الصوت اللي انا سجلته، عايزه الغي الجزء المتوسط، عايزه الاخير وهكذا، فدي بتخليني اتحكم في الصوت او في التسجيل اللي انا سجلته. وممكن ان انا اعمل ايه في الاخر، هسجلها كفيديو يا اما من الطريقه اللي انا قلت عليها سيف از اميديا، ممكن من سيف از وابتدي اسجلها بنفس اليوم. بس هنا الباوربوينت برزنتيشن اختار اللي هي اختار من هنا فيديو كده بالشكل ده، هيتسجل عندي فيديو زي ما حضراتكم شفتوا، زي ما وريتكم في بداية شرح الأداء. ايه وبكده ريكورد سلايد شو شرح الأداة اللي هي سلايد ريكورد
سلايد ريكورد سلايد شو. نيجي للاداه الثانيه اللي هي بنسميها الكويزز، والكويزز دي بنقول عليها اداه ممكن اصمم منها، ممكن اصدار راي، ممكن فيديو، تطبيقات. ممكن دي بتخليني انشئ العديد من الاسئله كاسلوب تقييم للطلاب زي الاختيار من متعدد او الصح والغلط. احنا هنفتح الاداه. هنلاقيها كده في عنوانين عندي، في ماي اد انز وفي ستور. ستور ده طبعا لازم تكون فيها كل انواع التطبيقات الموجوده عندي، كل انواع التطبيقات. على بال ما تفتح انواع التطبيقات اللي موجودة عندي باختياري انا للتطبيق، مثلا انا هختار المالتيبلاي تشويس كويز، وده اللي هو اسمه اختيار من متعدد. ومجرد ان انا هعمل له هتفتح معايا الشاشة دي، ببتدي ان انا اكتب السؤال اللي انا عايزة اكتبه. مثلا هقول سؤال هي ده السؤال اللي انا عملته، والسؤال ده ممكن ان انا اعمله بولد، اعمله لايك، اتحكم بيه او بالشكل ده من جميع العلامات دي، ودي خاصه بالمعادلات الرياضيه، وده ادخال رموز صوره. انا بعد ما ادخلت السؤال ابتدي ان انا اعمل الاجابه. طبعا الإجابة الصح هي وانس. في allow single choice only، وده معناها إن هل بيتيح اختيار واحد فقط هنا، أو allow multiply choice اختيارات من متعدد، يعني الإجابة تبقى أكثر من إجابتين، أو هنا تبقى معناها إجابة واحدة بس تبقى إجابتين. share answers، ودي ممكن إن أنا بغير بيها ترتيب، يعني أغير بيها ترتيب الأجوبة اللي أنا حطاها. allow retry ان انا هسمح بالمحاوله، limit attempts ان انا هعمل لها محاولات محدده، عدد محاولات محدده. هنا مثلا انا عندي اضفت اجابتين، واجابه واحد واجابه اثنين. لو انا عايز add another answer ممكن ان انا اعمل add another answer، وابتدي ان انا اضيف اجابه اخرى. لو مش عايزه بشيلها من هنا واعمل preview. انا اشوف السؤال اهو، هي فيش، فهنا هختار طبعا انا لو اخترت وونس وهسلم الاجابه هيقول لي كوريكت ريتراي. لو انا عملت وون هقول له سبميت هيقول لي انكوريكت. لو انا هرجع هنا السهم ده هفتحه، بيتكلم عن في جيت سبورت اللي هي المساعده بمثابه الهيلب، ده سيلكت، وده ممكن ان انا اتحكم في ان انا اكبر الشاشه فيها زي ما انتم شايفين كده. في ريلود اللي هي اعاده التحميل، في شو اسيف ايميج يعني ان انا ممكن اسيفه كصوره، في سكيورتي انكو اللي هي المعلومات الامان.
سكيورتي انفو اللي هي الامان. ده بالنسبه لل المالتيبلاي تشويس او الاختيار من متعدد. طب لو انا عايزه وفي حاجه تانية اللي هي الماي اد انز، اي حاجه انا عملت لها اد من الستور بتنزل عندي في الماي اد انز. يعني انا كده عملت مثلا اد، التطبيقات اللي انا عامله لها اد بتنزل في الماي اد ان. ادي اهو المالتيبلاي تشويس هنطلع. في عندي لو انا عشان ده ضايفاها من الاول، انا عامله جروب ستور ده عشان انا ضايفاها، والمفترض ان انا بفتح ستور عشان اضيف التطبيق عندي. فمثلا اضيف ترو فولس كويز، واعمل سؤال. مثلا هقول does فيش. ابتدي ان انا اختار هنا الاجابه. زي ما قلنا دي ادوات ممكن اتحكم فيها في حجم الخط او الصوره. Does he want a fish? True or false؟ او ممكن استخدم اي سؤال اخر. وكون مثلا حاطه صوره هنا، بدمي ادرك صوره ومن خلالها الطالب هيحدد من الصوره does he want a fish ولا لا. لو كان كده يحط يختار ترو او يختار فولس على حسب اختيار الطالب. ونفس السهم هنا لو فتحته هتلاقي برضو جيت سبورت هنا سيلكت عشان اتحكم في الحجم من الشاشه، اكبرها او اصغرها. هنا ديليت ان انا احذف السؤال، ريلود اعيد تحميله، وهكذا على باقي التحميلات. بعد كده في عندي في التابة اللي هي سكرين شوت. وسكرين شوت دي اداه من الادوات اللي انا بتمكنني ان انا ممكن اخد لقطه للشاشه، ولما بضغط عليها بتظهر عندي اختيارين. الاختيار الاول يا اما بضغط بختار اللي هي الشاشه بتكون الخلف الويندوز بتاعي، يا اما بتخليني انا احدد الجزء انا هاخد جزء. الاولانيه هي لقطه بتكون للشاشه كامله، لكن السكرين كليبنج دي بحدد انا الجزء اللي انا عايزاه من الشاشه. هي بس عشان النت دي كانت هتظهر الجزء اللي انا حاليا موجود ورا في الويندو دلوقتي. لما اعمل انا سكرين كليبنج اهو بحدد الجزء اللي انا عايزه. اعملها تاني. هذا هو الجزء ممكن انا اتحكم فيها، اكبرها او اصغرها. هنا لو ده كان ظهر عشان هتظهر الصورة اللي خلف الويندوز الموجودة.
ودلوقتي انا بشكركم على حسن الاستماع، واتمنى لكم انكم تكملوا بقى الاجتماع مع مستر وائل. شكرا مس نجلاء على العرض الشيق الممتع المفيد اللي احنا استمتعنا بيه صراحة. احنا بنشكرك طبعا شكر كبير، وطبعا بندعو المستر وائل انه يمتعنا هو الاخر بما عنده من معلومات قيمة. نتمنى للجميع الحضور الاستمتاع والاستفادة يا رب. مستر وائل تفضل. السلام عليكم. شكرا لمس أسماء نجلاء، وما شاء الله عليها، يعني أبدعت وعرض شيق ما شاء الله عليها، وربنا يبارك لها يا رب. وأتمنى إن شاء الله إن أنا أقدم حاجة تفيدكم إن شاء الله، أو إن أنتم تستمتعوا بالعرض بإذن الله. أنا هكمل بعد مس نجلاء، هبدأ بإذن الله أعرض أشير الديسك توب اللي عندي. أستأذنكم لو ظهر لو ظهر كنت باللغة. ظهر يا فندم حاجة عندكم؟ بدأت تظهر عيني. حاليا لودينج يا فندم. تمام يا فندم اتفضل. تمام، بسم الله. الأول عايز أضيف حاجة بسيطة، إن أنا لو التابت الريكوردنج اللي قدامي دي مش ظاهرة وسط التابات، أنا بعرف أجيبها من خلال كاستمايز الريكوردنج، كاستمايز اللي هو الريبونز. بدوس كليك يمين وأوصله كاستمايز ذا ريبونز، فبختار بدور عليها. لو كانت زي الديفلوبر عندي هنا، هو مش المفروض مش ظاهرة وسط التابات، فأنا بدوس عليها بعلم عليها علامة صح، بتظهر لي وسط التابات، بدوس له اوكي. هكمل من اول سكرين سكرين ريكوردينج. الخانه دي قمه الجمال في الباوربوينت، ودي هي اروع حاجه في تابه الريكوردينج. بتديني خاصيه ان انا بسجل اي حركه بعملها على الجهاز، وبتخلوه لي بتندجوه لي في الاخر على نظام فيديو انا مسجله او انا عامله، انا المعارض دي او انا كل حركه اتعملت على الجهاز مسجلها. بدوس على سكرين ريكوردينج، بيطلع لي نافذه صغيره كده اهو من فوق. بتبدا الاول لازم في حاجه اسمها سيلكت اريا، ما ينفعش مش هيظهر لي خانه الريكورد دي غير لما ادوس على سيلكت اريا. السيلكت اريا دي بدوس عليها بنشط الشاشه كلها او الجزء اللي انا عايز اسجله. اديك اول ما خدت سحبتها من اعلى شاشه يسارا لغايه الاخر، ظهرت عندي خانه الريكورد نورت احمر، يبقى كده جاهزه للتسجيل. طب انا لا، مش عايز اسجل الشاشه كلها، انا عايز اسجل جزء بس معين، فلنفرض الاطار اللي هو فيه العرض اللي قدام حضراتكم ده، فانا بدل ما نشطت الشاشه كلها، بختار من اول اعلى اليسار واسحب وانزل لاخر النقطه اللي انا عايز اسجلها. في هنا هو قبل ما اسجل انا بديه بيديني بيقول لي انت عايز في صوت للفيديو، انت اللي تسجل الفيديو، ولا عايز ميوت ان هو صامت، وانت بعد كده هو براحتك عايز تضيف عليه اصوات او عايز تضيف عليه حاجه تسجيل صافي. لو دوست عليها كده هو شال لي التظليل، يعني كده هيبدا هيستخدم انا المايك او هستخدم الميكروفون ان انا اسجل صوتي على الفيديو. البوينتر، انا عايز البوينتر يظهر قدامي في الفيديو بعد ما اخلص الفيديو، يعني مثلا صورت الفيديو، السهم اللي قدامكم ده لو انا عايزه يظهر في الفيديو عادي، فبدوس عليه برضك بنشطه بيخليه ظاهر معايا في الفيديو بعد التسجيل. هبدأ خلاص، انا جهزت نفسي على المنطقة اللي انا هسجلها، فبدوس على الريكورد. بيعدل من لغايه زيرو، من صفر لغايه زيرو. بدأ دلوقتي يسجل كل حاجه انا هعملها في الشاشه.
بعد كده هو انا خلصت اللي انا عايز اعمله. يعني مثلا فلنفرض انا راح اسجل فيديو واشرح مثلا جزء ده مثلا، وعملت له شو وقعدت اسجل، قعدت اشرح كده هو، بعد ما اخلص الشرح خالص اروح اطلع سنة بسيطة لفوق كده هو، هيظهر لي العنوان ده اللي هو المربع اللي انا بتحكم بيه في الفيديو. لو انا عايز اوقف الفيديو مؤقت بدوس له بوز، كده انا وقفت التسجيل مؤقت، بحيث ان انا لو حابب مثلا اضيف حاجة اروح ادور على حاجة وارجع تاني للقناة نفسها، او ان انا ما يحسش اللي بيتفرج على الفيديو ان انا طلعت ورجعت تاني او بيحس بفارق. وتاني حاجة لو انا عايز اوقف الفيديو خالص بدوس على ستوب فيديو. الجمال اللي في الكتابة دي، شايفين حضراتكم بعد ما خلصت التسجيل وبعد ما عملت له ايقاف، نزل لي الفيديو تلقائي للشريحة اللي انا كنت واقف عليها. يعني مش بيحيرني ان انا بروح للمكان او ادور على المكان اللي عمل فيه الفيديو واروح ادور عليه عشان خاطر ينزله لي، على انزله بايدي على شريحة الفيديو. طب الجمال في الحتة دي بقى بيبقى ازاي؟ ان انا لو في فيديو على اليوتيوب، اغلبية الناس ما بتعرفش تنزل فيديوهات من اليوتيوب، بتلاقي مشكلة في تحميل الفيديو في اليوتيوب. فأدي في الباوربوينت انا بيديني خاصية ان انا ممكن اسجل اللي بيحصل على الشاشة. يعني هفتح هعمل الاول النيو سلايد عشان خاطر اوريكم ان انا هضيف فيديو من اليوتيوب. هروح لتابة الريكوردينج، هشغل في الخلفية اليوتيوب، هجهز اليوتيوب بتاعي. أنا كنت المفروض مجهز باوربوينت عن الزمن المضارع البسيط، فأنا عايز أضيف في المضارع البسيط فيديو اليوتيوب عجبني، عايز أدعم بيه البرزنتيشن بتاعي، فأنا مش عارف انزله. فانا بستخدم اجهزه قدامي، بعد كده ارجع للبرزنتيشن بتاعي واروح دايس ضغط على سكرين ريكوردينج. لما هدوس على سكرين ريكوردينج هو طالب مني ان انا انشط له الاول سيلكت اريا، انا هنشط له الفيديو اللي هيشتغل، انشطه له واشغل عادي زي كده اهو لغايه الاخر. خلصت الفيديو مثلا، خلاص ان انا سبته لغايه الاخر خلصته، فبدوس له ايقاف بعد ما دوست الاول سوري ما دوستش ريكورد. بدأ كده يسجل، هروح بدأ يسجل الفيديو عادي بتاعي. هو كده انا محدد له الجزء اللي هو اللي في الفيديو ده، انا محدد له الجزء ده بس ان هو اللي يصوره لي، مش عايز الاطار اللي بره. خلصت الفيديو لغاية الاخر اروح اعمل له ايقاف. لو عملت له ايقاف لوحده هينزل في البرزنتيشن اللي انا كنت عامله اهو، ظهر الفيديو لوحده تلقائي على البرزنتيشن بتاعي بدون من انا اروح اعمل ادور على برامج تحميل من اليوتيوب، او ان انا ادور انزله الاول على الجهاز وبعد كده انزل على البرزنتيشن بتاعي. وفي بالتحكم اشارات تحكم الفيديو، تشغيل او تقديم وتاخير، او ان انا اوطي الصوت بتاعه اخلي صوت الفيديو واطي او عالي، ممكن ان انا اكبر الفيديو اخليه على كد حجم الشريحه او اقل من حجم الشريحه، برضك ان انا اعمل له دوران يمين او شمال بيدي جمال شويه للبرزنتيشن بتاعي. بعد كده هو بعد
بعد السكرين ريكوردنج خانة خاصية الفيديو دي إلى حد ما مش جديدة على الريكوردنج أو مش جديدة على الباوربوينت، دي كانت موجودة في الهوم، موجودة إن أنا بعمل له إنسيرت، فأنا بدوس له على، أنا عندي فيديو موجود جاهز بس عايز أنزله على الشريحة دي، فبدوس له فيديو يروح فتح لي الكمبيوتر بتاعي أو الجهاز بتاعي. أنا حاطط مثلا على الديسك توب عندي مجهز، أروح مدور على أهو، أنا مثلا منزل مجهز الفيديو، أروح عايز أنزله وسط البرزنتيشن بتاعي، وصلت للفيديو راح اعمل له انسيرت زي ما عمل لي في تسجيل الفيديو، هيعمل لي هنا هو هينزل لي الفيديو وينزل لي الشريط بتاع التحكم بتاعي برضك، ان انا اكبر فيه او اصغر فيه عشان مستوى الصوت برضك بتاعي. الخاصية اللي بعد كده هو، او الميزة اللي بعد كده هو في الريكوردنج الاوديو، نفس الفكرة تحميل الفيديو تحميل الاوديو، بس هنا زاد عليها حاجة، في ميزة في الأوديو، أنا فيه لو تلاحظوا في سهم صغير تحت كلمة أوديو، لو أنا دوست عليها بيظهر لي أوديو أون ماي بي سي، يعني هاخد التسجيل ده أو أنا عايز تسجيل من موجود معايا أنا جاي مجهزه عايز أضيفه على الشريحة، فلنفرض هنعمل شريحة جديدة هحط عليها، أو أنا مثلا هحط في أول عرض عايز أعمل زي موسيقى للبرزنتيشن بتاعي، عايز أعمل نغمة أو مثلا تون للبرزنتيشن كامل عندي، فبدوس له أوديو وبنزل أوديو من الماي بي سي، وبروح برضك للمكان اللي أنا حاطط فيه مثلا زي ده، فلنفرض ان هو ده التجهيز يعني الفيديو او الصوت اللي انا مجهزه عشان خاطر احطه على البرزنتيشن، وبدوس انسرت بينزل لي زي شكل السماعه الصغير. المفروض ان بردك ليها هو شريط بردك تحكم في الصوت، التشغيل والتقديم والتاخير ومستوى الصوت، مش هيظهر لي شريط التحكم ده في العرض، لما بدوس حتى شمال عليه بيختفي. بكبر شكل الأيقونة أو بصغرها، ولو دوست عليها كليك يمين أنا ممكن أتحكم في الشكل بتاعي، أتحكم فيه إن أنا لو عايز مثلا أعمل له شادو، أعمل له ريفليكشن، أعمل له جلو، يعني مثلا فلنفرض ناخد مثلا سوفت إيدج مثلا وأزود له شوية، هتلاقوا ان هو في بدأ يتغير في الشكل، في شكل السماعة ده. ممكن اعمل له تعبئة تمام، ممكن ادخل له صورة من عندي من على الجهاز كخلفية للأوديو، لو تلاحظوا حتى هو شكله بيباهت شوية. الخاصية اللي بعد كده هو ان انا بختار اوديو ريكورد ساوند، انا هسجل صوت او هسجل الصوت اللي انا عايز اضيفه على الشريحة كبداية او مقدمة ترتيب نهاية خاتمة، عايز احطها في البداية عايز احطها في النهاية، فبدوس له ريكورد هيطلع لي مربع حواري، علامة الاستفهام دي بتدخلني على الدعم الفني بتاع مايكروسوفت لو انا عايز اسأل سؤال، طبعا علامة الغلط بقفل فيها بيها، انا عايز اسجل عايز اسمي اسم الريكورد ده حاجة معينة بكتبه في جنب النيم. بعد ما اجهز الاسم لو انا هبدأ اجهز للتسجيل بدوس التسجيل، خلصت التسجيل بتاعي بدوس بقفل ستوب، عايز اشغل اللي انا سجلته بدوس التشغيل زي ما سامعين حضراتكم. خلصت انا هدوس اوكي، هيروح نازل لي بردك نازل لي على الشريحة اهو لو شايفينه هو ده.
أظهركم شوية، أظهرها لكم شوية وأكبرها لكم شوية. هو ده التسجيل الجديد اللي أنا سجلته، عملت له ريكورد. فاضل معايا سيف أز سلايد شو. أنا بسجل العرض بتاعي، عايز دي الخاصية زي سيف أز، يعني أنا البرزنتيشن بتاعي عايز اخليه جاهز ان هو اول ما تدوس عليه بيشتغل عادي كعرض، كانه مش بدون ما محافظ حافظ فيه كل التعديلات وحافظ فيه كل الانيميشن والترانزيشن اللي انا عاملها، ويظهروا لي بزمن معين لكل شريحه. بدوس له سيف از سلايد شو، بيطلع المربع اللي هو سيف از. هو جاهز لي ان هو بيعمل عامل لي هاب باوربوينت شو، يا دوبك بحدد المكان اللي انا عايز اسيف فيه البرزنتيشن، وبكتب اسمه، بسجله باسم معين او اللي انا عايز اسيب نفس الاسم، مفيش مشاكل، وبدوس له سيف. لو رحت للمكان اللي انا سيفت فيه هتلاقيه فرق. بص يا فندم اهو، في فرق ان الاولاني ده اللي كان موجود باوربوينت عادي، التاني اللي هو الباوربوينت از سلايد شو. لو شغلته قدام حضراتكم هيظهر الباوربوينت شغال على طول من الشاشة، حافظ فيه كل التسجيلات بكل حاجة أنا، بكل حاجة أنا سجلتها على أي شريحة بيشغلها أوتوماتيك بدون ما أتحكم في أتقدم لشريحة أو أخر الشريحة. آخر حاجة export to فيديو. أنا بعد ما عملت سجلت شرح وسجلت مثلا عملت أسئلة وحطيت فيديو، عايز كل اللي اتشرح ده وكل اللي اتعمل على البرزنتيشن ده يتحول معايا الفيديو، عايز أوديه الفيديو، فبدوس export to فيديو. لو دوست عليه هيديني خيارات، هنا انا على الشمال هو داخلها على كرييت ا فيديو، هنا في اول خانه بيديني بيقول لك ان انت عايز جوده الفيديو ايه. لو دوست عليها بيديني اربع خيارات، لو بدات من تحت دي اقل جوده، اقل جوده للفيديو. لو انا مثلا عايز انزله على اليوتيوب، مش عايز مثلا ياخد مساحه عاليه، عايز استخدمه مثلا على الموبايل بحيث انه مش شرط يكون صورته نحيله جدا ومش بياخد مساحة عالية، الهاي ديفينيشن أعلى شوية من الستاندرد لغاية ما أوصل للألترا اتش دي. ده دي الخاصية، الألترا دي لسه جديدة ولسه تقريبا ملهاش يومين أو ثلاثة. من حلاوة الباوربوينت إن هو بيجدد نفسه تلقائي، مجرد بس ما يكون الجهاز فيه إنترنت بتلاقيه بيجدد نفسه. دي بيحول لك الفيديو لأنقى درجة هاي ديفينيشن، مواصفات عالية للفيديو، بمساحة بريزوليوشن 2880 في 2160، إلى حد ما يعتبر أعلى مواصفات دقة فيديو يعني ممكن تشوفها في الألترا هاي ديفينيشن. بعد ما اخترت مثلا، فنفرض أنا اخترت فول اتش دي، انا في يوز ريكورد تايمينج اند ناريشن، انا بتكلم ان في مديني هو مواصفات قياسيه للزمن بين الشرايح، عرض الشرايح مثلا لو انا مديني مثلا ما يقرب من 3 ثواني او 4 ثواني في العرض. انا لو عايز استخدم الترشيحات التايمينج والناريشن اللي انا مديهم لي، انا بستخدمها وبدوس عليها يوز ريكوردد تايمينج. لكن انا مش عايزه هو يديني الخيارات اللي هو التايمينج، لا انا اللي ادي له الثواني بتاعتي، انا اللي احدد له مثلا ان هو انا عايز مثلا الشريحه تتعرض مثلا في 7 ثواني او 8 ثواني، فبحدد له هنا هو كل شريحه يا فندم احددها لي مثلا خليها لي سبع ثواني. تمام. بعد كده هو بدوس على كرييت ا فيديو، بيبدا هو بيقول لي عايز المكان اللي تحط فيه الفيديو. الفيديو هيبقى بمواصفات ام بي جي 4، هكتب اسم الفيديو وادوس له سيف.
المفروض ان انا ممكن ما اخدش بالي هو بيسيف ولا لا، بيظهر لي من تحت كده هو شريط التسييف. نجربها تاني. ادوس له سيف اهو من تحت اهو، بس انا عندي مشكلة عشان خاطر المساحة، مفيش مساحة كافية على اللوكال ديسك، انا عندي السي مليان، لولا كده كان ملاه كان سيفولي. ودي كانت اخر حاجة، ونتمنى ان احنا نكون امتعنا حضراتكم، ويا رب يكون قدمنا معلومة جديدة تفيدكم ان شاء الله. شكرا لكم يا فندم. شكرا مستر وائل على العرض الشيق الجميل الممتع المبدع كالعادة من حضرتك، فعلا يعني استفدنا حاجات جميلة جدا في التابات اللي حضرتك تفضلت وشرحتها، وطبعا احنا فعلا يعني بنقدم لك الشكر باسمنا وباسم السادة الحضور، وان شاء الله نتناقش فيما هو جميل. شكرا لحضرتك مرة تانية وجزاك الله خير. شكرا لك. كده يا مستر وائل احنا ممكن يعني نفتح باب المشاركة يا فندم في الأسئلة أو الاستفسارات حول اللي تم شرحه من حضرتك أو مس نجلاء من قبلك، يعني لو في حد من الزملاء معاه أي يعني استفسار ممكن حضرتك نطرحه دلوقتي مع بعضنا. تحت أمركم يا فندم. حد يا فندم عنده أي سؤال أو أي استفسار؟ أنا يا فندم تفضل يا فندم. يعني أنت من كلام حضرتك فهمت إن أنا ممكن أضيف فيديو داخل الفيديو، بمعنى إيه حضرتك؟ بمعنى إن أنا بسجل مثلا، بسجل باوربوينت عرض سلايد تمام وحاجة زي كده، تمام لو أنا بسجل يا فندم الشاشة ممكن جوه تسجيل الشاشة أحط فيديو تمام يا فندم. من خلال موقع يوتيوب يا فندم. سواء يوتيوب او عندي مثلا، حتى لو انا عايز مش عايز اعمل داونلود للفيديو من خانة الفيديو اللي قدامي، عادي انا ممكن برضك بخانة السكرين ريكوردينج اشغل الفيديو في الخلفية واسجله. زي ما قلت لحضرتك انا بشغل فيديو، بحط بجهز الفيديو اهو، يعني مثلا على سبيل المثال ده فيديو. الفيديو ده بعد ما بخلص انا العرض بتاعي، الفيديو المفروض جاهز ان يبقى البرزنتيشن جاهز ان هو يبقى فيديو. فلما يتحول لفيديو بلاقي فيديو جوه فيديو متكامل، او ان انا بلاقي دخل جزء الفيديو ده وسط الفيديو اللي انا عملت له النهاية خالص، او الجزء النهائي خالص بعد ما بخلص خالص بلاقي الفيديو ده كأنه حتة من الفيديو. طيب تمام يا فندم، في سؤال تاني وفيها شوية يعني تجاهل مني على حضرتك. تمرون يا فندم. الأمر لله يا فندم. أنا دلوقتي المفروض ده برزنتيشن باوربوينت عادي يعني مش أونلاين. تمام؟ لا لا تمام. تمام يا فندم. طب أنا لما آخد البرزنتيشن ده أحفظه على فلاش مثلا، تمام. وأروح أعرضه بقى، خلاص البرزنتيشن خالص وتمام تمام، ضفت له الفيديو اللي عايزه والصوت اللي عايزه، انا بقى هاخد ده على فلاش واروح اعرضه في المدرسة على الطلاب بتاعي باستخدام الداتا شو. ده من جمال الباوربوينت يا فندم. هل انا فاهم يا فندم؟ كذا اللي بيدهاني كان مدهاني الله الاوفيس ميكس، ومدهاني دلوقتي الريكوردنج، ان انا اغلبيه تطبيقات الاوفيس 365 بتبقى اونلاين، بتخليني ان انا محتاج نت انترنت على في المدرسه عشان خاطر اعرض الشغل اللي انا عملته. لكن التابه دي الريكوردنج او كان الاوفيس ميكس، بجهز الفيديو بتاعي بالشرح بتاعي، لو انا محتاج فيديو من على الانترنت فبالتالي منزله وسط الريكوردنج وسط البرزنتيشن بتاعي، فبالتالي وفر عليا ان انا محتاج في المدرسه انترنت. لا انا مجهز دنيتي وحل مشكله عدم توفر الانترنت في المدرسه. تمام يا فندم. طب انا عندي كان مشكله قبل عن كده بتحصل قبل اكتشاف التاب الريكوردنج دي، انا كنت بجهز باوربوينت في البيت وبضيف له صوت، يعني انا مثلا انا كمدرس عربي كنت بكتب النص القراني وبضيف صوت قراءه للنص القراني بصوت واحد من المشايخ اللي انا بحبهم،
لما تمام كنت ما شاء بدخل الله. طبعا على جهازي، على جهازي كان بيقول لي انزلت اوديو، بختار له فايل من عندي واعمل له انزلت وتمام يشتغل على الجهاز بتاعي. لما كنت اخد البرزنتيشن ده على فلاشة وادي المدرسة، اجي اشغل الصوت ما يشتغلش، يقول لي السورس بتاعه فين وكده، يعني يقول لي لا انت جاي لذلك اقولي ما فيش سورس يجيب مني الاوديو ديتي. لا يا فندم، انا تمام حضرتك. المشكله فين يا فندم؟ المفروض ان انا بجهز شغل برزنتيشن وبجهز شغل عرض، فانا بعمله في فولدر. انا مثلا على سبيل المثال النهارده انا مجهز عامل مثلا حاجه اسمها تجهيز اليوم الشرح، انا عامل الفولدر اهو، مجهز جواه السونجز اللي هي الفيديو، ومجهز جواه الفيديو الصوت، تمام. لما اخد البرزنتيشن، ما اخدش البرزنتيشن بس، ما اخدش البرزنتيشن. وتاني حاجه، احنا يعتبر الميزه الجديده ان احنا بنحول البرزنتيشن لفيديو، مخليني ان انا مش عايز السورس، بس انا لو محتاج البرزنتيشن، يعني انا عايز البرزنتيشن اشرح عليه، فانا اخد معاه الحاجات اللي حواليه، اخد معاه الفيديو والصوت اللي حواليه، اخد الفولدر كامل. لكن انا الفيديو لا، مش محتاج. لو فيديو انا حولته مثلا لفيديو، لا مش محتاج ان انا اخد السورس بتاعه، ولا اخد الاوريجينال بتاع الساوند او الفيديو. تمام يا فندم. انا كان بيقول لي عايز باكيج، لما باخد في الاول كنت النظام القديم ان باخد، بيقول لي عايز باكيج كامل. باكيج ده بيحتوي على البرزنتيشن مع السورس الاوديو، مع لو عندك مثلا فايلات وورد، احيانا بحط في بتاع حاجه وورد كهايبر لينك او حاجه زي كده، بيقول لي فين ملف الوورد اللي بعرض لك منه، فبعمل له كنت بعمل له زي باكيج كده مع بعض باخدهم معاه. هل دلوقتي في حل للمشكلة دي؟ انت قلت لحضرتك ان لو انا عملته حولته تو فيديو فيديوز خلاص انتهى المشوار ده، مش محتاج خلص حاجة. المشوار. تاني حاجة يا فندم، لو تلاحظ حتى المشوار، مشوار حتة الروابط دي، او ان انا عملت رابط لحاجة عندي على الجهاز ورفعتها على الباوربوينت، هي نفس المشكلة في بقية البرامج. مش مشكلة هي يا فندم، هي بس ان انا طالما انا عايز اعمل عرض، مش مشكلة طالما خدت البرزنتيشن ده اخد بقية الحاجات. لكن انا طالما حولت الفيديو، خلاص انا مش محتاج اي حاجه من الحاجات اللي انا نزلتها كرابط او الهايبر لينك. تمام يا فندم. لذلك لو انا عامل باوربوينت، او عندي اونلاين مثلا، او عندي انترنت في المدرسه، وعملت مثلا برزنتيشن، او عملت مثلا ملف وورد، لو انا عامل هايبر لينك او عامل تضمين لفيديو، كون ان الفيديو اللي انا عامل له تضمين، او ان انا عامل هايبر لينك لموقع معين، طول ما في انترنت فهو بيروح داخل على السيرفر، وجايب لك على طول، محمل لك على طول. لكن انا ما عنديش سيرفر، انا حملت مثلا لما عملت البرزنتيشن دلوقتي، انا حملت فيديو او حملت صوت من عندي من على الجهاز. طب هياخد لما تاخد البرزنتيشن بدون الصوت اللي حواليه، لما تروح تشرح في جهاز، على جهاز الكمبيوتر المدرسة، مش هيبقى موجود السورس بتاعه، فبيتاخد الفولدر كامل زي ما قلت. تمام يا فندم، شكرا لحضرتك، واحنا طبعا استمتعنا بشرح حضرتك واستمعنا بالتعليق على الشرح يا فندم. يا فندم تشرف لينا يا فندم. الله حد يخلي يا فندم حضرتك. تحت أمركم، لأي حد يؤمر بسؤال. الله ينور يا مستر وائل، بصراحة الله ينور. مصطفى، ايوه يا فندم معاك، نورك يا مستر. ربنا يخليك، ربنا يكرمك، الله ينور بجد يعني. مفيش سؤال، مفيش أي حاجة تأمرنا بيها يا فندم؟ لا سؤال ايه حضرتك، ما خليتش حاجه خالص يعني. انا الله كنت يوسع عليك يا فندم. يعني مجرد ما بدات على طول كنت عايز انوه على حته الريبون الريكوردنج، لو ما كانش موجود لسه على لساني وحضرتك بدات بيها يبقى خلاص. لا في كمان يا فندم، لو حابب أضيف حاجة بس بعد إذنكم، كمان فكرتني بيها حضرتك. المفروض إن الباوربوينت بيجدد نفسه تلقائي، تمام؟ طيب أنا في حاجة، أنا بس عشان خاطر دخلت متأخر على الشرح، المفروض إن في هنا ستريم، أبلود تو ستريم، يرفعها لموقع ستريم. طب أنا مش موجود قدامي، طب أنا عايز أجيبه. المشكلة بس إن أنا بدوس على فايل معايا الناس، عشان خاطر دي
دي انا جبتها يعني بالصدفه، فانا حابب الناس برضك تبقى عارفاها. طب معلش من البوزيشنينج الاول، كويس طب نبدا من الاول يا مستر في النقطه دي، من ما دام الاول هي يعني، من الاول. جديده. تمام. يعني مثلا انا عندي تابت الريكوردنج لما نزل التاثير الريكورد الحته الخانه الاولانيه، بعد كده الكونتنت، بعد كده بقى يزود كل شويه. في تابه، في جزء هنا هو اللي هو ستريم تو ابلود تو ستريم، ان هو تمام. يرفعها على ستريم. طب هنا مش موجوده، ولو عملت له كاستمايز مش هلاقيها. لا هي ما بتجيش غير من فايل، او على حد علمي يعني من فايل اكونت. انا جربتها بالطريقه دي، جاتت فايل، اخد اكونت، اخد ابديت اوبشنز، واخد ابديت ناو. انا كنت هجهزها قبل ما ابدا في الشرح، بس لقيت ان هو عايز يطفي السكايب وعايز يطفي الباوربوينت. والخاصيه دي موجوده برضك، ان انا بدوس برضك لو عايز اشوف الابديتس اللي انا عملتها بجوم من فيو. لو انا عايز الغي التحديثات اللي انا نزلت في الاخر بدوس له ديسيبل. لو عايز يدخلني على الموقع نفسه بتاع المايكروسوفت بدوس له اباوت ابديتس. طب انا دوست ابديت وما ظهرش حاجه، لا ظهر من تحت اهو، هو بياخد وقت شويه. فبيقول لي من فضلك ان احنا لازم نقفل السكايب والباوربوينت عشان خاطر نقبل ننزل لك التحديثات. وبيقول لك ان انا عايز 100 و 143 فري ديسك. جربت قبل كده، بعد ما عملت له ابديت نزل لي كل التحديثات اللي كانت موجوده هنا. تمام يا تمام. فندم، يبقى ده السبب. كان مشكلة عندنا أثناء عرض حضرتك لما قلت إن أنا عايز أحفظ الفيديو في اتش دي أو حاجة اسمها الترا اتش دي، أنا ما دي عنديش. لسه يا فندم، انا بفتح دلوقتي، بفتح الباوربوينت دلوقتي عشان خاطر انا داخل على الانترنت، فجت لي الرساله ان هي في ابديت ليها كده اهو. ففي ناس لسه ما وصلتش عندها، ما سمعتش عندها الابديت ده. لسه يا فاسرع فندم طريق، احنا لسه ما فضلش عندنا، احنا بعيد شويه عنكم يعني وكده. فرصنا يا فندم. واحسن ناس طبعا اخميم ودار السلام والناس الجميله دي، الله بس يبارك من فيك. فاين يعني انا كمان بعمل ابديت يا فندم، انا بعمل ابديت للاوفيس بتاعي. بعمل ابديت للاوفيس بتاعه. تمام يا فندم. طب ولو ده انا بياخد لو نزل مساحه، الابديت هو بياخد مساحه حسب الملفات اللي نازله بقى. حسب التحديث بقى يا فندم. اي يا فندم، حسب كميه التحديث. ولو انا حسيت ان التحديث تقل الجهاز، عمل لي مشكله في البرامج دي، بدوس ابديت برضك نفس الخانه وبعمل له ديسيبل للابديت. يحذف لك اخر ابديت. يحذف اخر ابديت، هو مش هيحذفها، هيوقفها. ما اختلفناش ان هو بيوقف عملها على سبب زي يعني باعتبار زي كنترول زد كده في البتاع. تمام يا فندم. تمام يا فندم، شكرا لحضرتك على الاضافه الجميله الممتعه دي. انت فعلا يعني الباوربوينت حل لنا مشكله كبيره جدا، مشكله المت داخل الفصول وكده. طبعا اي مدرس ممكن يجهز الماده العلميه للفصل بتاعه ويعرض باوربوينت كده، هي يعني هيوفر عليه كتير جدا جدا. إن شاء الله. شكرا يا فندم، شكرا لحضرتك، شكرا مس نجلاء، شكرا للحضور المتميز اليوم من ضيوفنا الأعزاء الأستاذ علاء، اللي يعني شرفونا النهاردة، وكنا نتمنى نسمع منهم يعني استفسارات، وإحنا طبعا تحت أمرهم في أي استفسار أو استشارة. في المستر ممدوح كان كاتب، لقيت حاجة كده اهو، حد يقول لي معلش المستر الممدوح صابر كان كاتب حاجة هو بيتكلم على تدريب في الإدارات قريبا، يا هل فندم. في؟ قريبا بإذن الله، وإن شاء الله يعتبر أول ما تجهز قاعات. على فكرة احنا الدعم الفني بتاع سوهاج نزل رابط عشان خاطر الناس تقدم على التدريبات، وأول ما تجهز الدنيا هيبلغوا الناس إن خلاص الدنيا جاهزة وييجوا للتدريب.
تمام يا فندم. هو فعلا احنا نزلنا برضو بالنسبة لإدارة أخميم رابط لتقديم الزملاء اللي عايزين يتدربوا على تطبيقات أوفيس 365، وبعض الزملاء فعلا قدموا الطلبات بتاعتهم، في انتظار بس موقف موضوع يعني التدريبات الترقية وكده، بس إن شاء الله يعني قريبا بالنسبة لنا إن شاء الله في أخميم، إن شاء الله قريبا هيكون في تدريبات في إدارتنا. حد عنده استفسار تاني يا فندم؟ يبدو كده ان انت ما ايوه سبتش يبدو حاجه كده. وراك يا فندم، ما سبتش حاجه وراك. لا في استفسار من الناس. ابدعت يا مستر وائل، ابدعت يا لا يا مستر فندم، الله وائل، يخليك يا فندم، تمرين الفرس على. برافو برافو برافو، احنا مفتقدين الشرح الجميل ده، شكرا لحضرتك يا مسمار، ده بعد ما عندكم يا فندم. لا احنا الاستاذ علاء عايزين كان اكتر عنده من كده ان شاء الله. الله يخليك يا فندم، شكرا. مستر علاء، مستر علاء، معانا يا فندم حضرتك ولا في مشكلة مع حضرتك؟ تمام، الظاهر مستر علاء مش عارف يتواصل معانا. الو، اتفضل يا فندم. حضرتك سامعني اتفضل كده؟ يا فندم. ايوه تمام. تنزيل، تمام، تنزيل البرنامج نفسه ريكوردنج باور بوينت 2016 بنزله ازاي؟ ما عشان كده بقول لحضرتك يا فندم، هو ده مش تبع بنزل لها برنامج ولا حاجه، لا لو الظاهره عندي حلين، الظاهره عندي حلين. الكيس الاولاني هو سامعني حضرتك، انا حاسس ان في صدى صوت، انا حاسس ان في صدى صوت. يعني الصوت كان بيخشول شوية. تمام، اول حاجه ان انا بدوس كليك يمين، انا بدوس كليك يمين زربون، زربون، انا هخفيها قدام حضرتك دلوقتي، هخفيها قدام حضرتك دلوقتي. استاذ وائل، انت حضرتك معايا؟ معاك يا فندم، سامعني؟ معاك يا فندم، سامعني؟ انا بتكلم عن تنزيل البرنامج، كانت اول خطوه اللي كانت قالتها مش نجلاء، بصراحه ما فهمتهاش. يعني انا ممكن عايز اوضح، الوائل يكون بيسال على ميكس اوفيس، على ميكس انا دوت كوم. فاهم. لا بص، انا فاهم. بص يا فندم، طول ما حضرتك نزلت الاوفر، حضرتك نزلت 2016 بينزل، يعني تبع ال بينزل تابع الاوفيس 2016. بالظبط، غير اوفيس ميكس. اوفيس ميكس كانت تحتاج ان انت تنزل الرابط وتفرده، تمام. ده تحديث تبع الباوربوينت، اضافه ل، اضافه ل، تمام. بس بس كانت مش نجلاء، كانت مش نجلاء، يعني بعد اذن حضرتك، كانت مش نجلاء بتقول ان هو ممكن ننزله من الميل 365. اصدار ايوه تمام، معلش ايوه تمام، ايوه ايوه مستر علاء بتنزل، معايا حضرتك؟ ايوه مستر علاء بتنزل من خلال الاوفيس 365، اوفيس 365. ما الميل، ادخل على الميل نفسه ولا تدخل من على ال، حسابك حسابك على ايوه اوفيس حساب الميل انا 365، دخل، حسابك على اوفيس 365. ماشي انا دخلت عليه، بس حضرتك مش لاقي اللي هو اللي قلت عليه، يعني انا قدام يبقى اهو الأداة يا نجلاء، الصفحة خليه بتاعتي. ينزل الأداة، خليه ينزل الأداة. هو حضرتك بيبقى على الحساب أهو، حضرتك بيبقى على الحساب أهو. ماشي انا عندي اهو قدام الانبوكس اهو بتاعي، اللي هو الانبوكس بتاع الميل 365، تمام، اخش أهو عليه تمام بعد كده يا حضرتك، في حضرتك. هنا أهو تمام، انستول اوبس ابس أهي، أوفيس ابس، أوفيس ابس أهي. أو لو عربي عند حضرتك مش هيبقى عارف. تنزيل، عند حضرتك هيبقى تنزيل أوفيس. لا عندي انجليزي، انا عندي انجليزي. يبقى أهي انستول أوفيس يبقى أبس، أهي متوقعة دي في كل الحسابات، متوقعة دي في كل الحسابات. لا مش موجودة عندي الانستول اوفيس خالص، يا فندم عندي بص كده حضرتك، بص كده حضرتك، سامعني يا فندم؟
سامعني يا فندم؟ سامع حضرتك. مش ظاهره خالص عند حضرتك اللي هي تاني في الاوفيس خالص، صح كده؟ لا مش ظاهره خالص يعني. اه يا فندم كده حضرتك تبع الحسابات اللي هي محتاجه الرابط اللي هو بتاع هكتب له حضرتك دلوقتي، هكتب له حضرتك دلوقتي، ماشي. او ممكن حل تاني ان في كانت الدكتوره حل تاني منزله فيديو، كانت الدكتوره منزله فيديو، ثواني اكتبه لك حضرتك اللي هو اكا، ثواني اكتبه لك حضرتك اللي هو اكا. ولو ثواني اكتب لك برضك حضرتك، ثواني اكتب لك برضك حضرتك. ماشي ماشي. لو في حد برضك من الساده المدربين انا هكتب دوره بس عليه، لو في حد في بالظبط دوره بس عليه، لو في حد اللي هو اكل دوت جيت اوفيس اللي هو في حد من جنبي، اس في حد من جنبي. طيب ممكن نسأل نجلاء تشرح حاجة قبل ما نقول، تشرح حاجة قبل ما نقول. طب هو في اي حد يعني اي سؤال شو مسورد سلايد شو مثلا؟ تمام كده يا فندم، انا وصلت لها بعد اذن تمام كده يا فندم، انا وصلت لها بعد اذن حضرتك. تفضل يا مستر وائل، تفضل يا مستر وائل. اه مع حضرتك يا فندم. بص يا فندم، بتكتب على زي ما تمشي معايا كده خطوات، بتفتح ويا ريت جوجل كروم، جوجل كروم، بتفتح تابة جديدة، بتفتح تابة جديدة دوا، تكتب اكا، تكتب اكا، اكتب ايه حضرتك؟ اكا اي كي اي اي كي اي دوت اي كي اي دوت ام اس دوت ام اس ام اس ام اس ام اس ام اس شرطة ولا ان مينور. اس شرطة مينور. هو مش ظاهر عند حضرتك العرض اللي انا العرض اللي انا لا هو ظاهر بس انا حضرتك على الموبايل فيعني الصورة ممنوعة خالص يعني تمام يا فندم. انا على الموبايل اكا دوت ام اس دوت ام اس. معلش يا مستر وائل، انا ممكن اكتبها له في الشات يعني، حضرتك قول الرابط بالظبط اكتبه له. انزله في الشات، انزله في الشات، هكتب لكم يا فندم في الشات، هكتب لكم يا فندم في الشات. ماشي يا فندم. اكا دوت ام اس علم جيت اوفيس، علم جيت اوفيس. لو دخلت بيه على الويب، لو دخلت بيه على الويب يقول لك دخل لي الحساب بتاع الوزارة، دخل لي الحساب بتاع الوزارة. تمام. يعني كده لا، يعني كده لا، أكمل الأولانية، أكمل الأولانية. لا أكن أكن إمس إمس
جيت اوفيس، جيت اوفيس 365، 365. وبدوس له انتر، وبدوس له انتر. كده تمام يا فندم. معايا مستر عدنان؟ معايا مستر عدنان؟ مع حضرتك انا اللي... هو كده كده هيكتبها لها شات. شايف؟ نعم؟ نعم؟ هو انا قداميش غير اللي هو الفيديو والميوت والاوديو، وما فيش حاجه قدامي تاني. لا انا عمل انا البرزنتيشن اللي عندي ظاهر عند حضرتك، الشاشه اللي عندي ظاهر عند حضرتك، الشاشه اللي عندي ظاهر عند حضرتك. لا لا ما ظهرش. طيب انا هعمل شير تاني، طيب انا هعمل شير تاني. لما تظهر عند حضرتك بعد اذنك بلغني. عند حضرتك بعد اذنك بلغني. حاضر. ابتدت تظهر يعني. تمام تمام اللي ما شفتش طبعا الخطوة هي الأولانية اللي عملتها هنا. الخطوة الأولانية اللي عملتها هنا اللي هي الرابط اللي هو aka.ms. أول ما بدوس عليه إنتر بيظهر لي الصفحة دي. إنتر بيظهر لي الصفحة دي. هنا في المربع الفاضي ده هنا بدخل الميل بتاع حضرتك. دخل الميل بتاع حضرتك. تمام. وقول له جيت ستارت. وقول له جيت ستارت. تمام. في بعد كده هيقول لك تسجيل دخول. في بعد كده هيقول لك تسجيل دخول. دخل الباسورد بتاع حضرتك. هيدخل الباسورد بتاع حضرتك. هيروح نعم داخل الباسورد. هيدخل على بعد ما دخل الباسورد هيدخل على صفحه. هيقول لك خلاص تمام كده اهو. يروح تدخل على الصفحه بتاعت حضرتك. هتلاقي الروبوت نزل بتاع الاوفيس 2016. الروبوت نزل بتاع الاوفيس 2016. تمام يا اخي ماشي. سيب الميل بتاعك يا مستر وائل. الف شكر. الميل بتاعك يا مستر وائل. الايميل بتاعي انا في اصلك موجود. في اصلك موجود. جرب يعني جرب اكتبه كده واكتب جيت ستارت. جرب اكتبه كده واكتب جيت ستارت. زي كده يا مستر علاء. زي كده يا مستر علاء. ماشي تمام. انا ماشي انا عارف الايميل مسجل هنا وتمام يعني. اكمل لك الخطوات يا فندم؟ اكمل لك الخطوات يا فندم؟ براحتك. لو يعني لو مش فاهم خلاص يعني انا هعرف. الله وكمان يخليك. انا يعني هعرف اوصل لها ان شاء الله. ولو ما عرفتش يا فندم هتلاقينا في 24 ساعة تحت أمرك يا فندم. على الفيس على الخاص. الله يبارك فيك. على الخاص. هندوس حضرتك جيت ستارت. هندوس حضرتك جيت ستارت. ولو دخل على صفحة الميل هلاقي الرابط ظهر عندي. تمام يا فندم. وخلاص هيدخل لك على طول منزل لك الرابط. ماشي ألف شكر يا فندم. ألف شكر. تحت أمرك. هبتقول له أي أم تيتشر. هبتقول له أي أم تيتشر. شايف كده يا فندم؟ أيوه كده. مستر علاء سامعني؟ تمام. مستر علاء سامعني؟ سامع حضرتك. اللي هي بختار اللي هو اللي انا تيتشر. تمام تمام. بسجل بقى البيانات الفيرست نيم واللاست نيم وبعمل له باسورد. ده نفس الباسورد بتاع الميل ولا ده عامل حساب جديد كده يعتبر؟ لا لا بتاع الحساب داخل نفس الحساب بتاع الاوفيس 365. مفيش مشاكل. هيبعت لك رساله على البريد بتاع 365. البريد بتاع 365 فيها الكود. داخل الكود واعمل الكود واعمل فور كانتري واعمل بعد ستارت خلاص خلص كل حاجه. بعد ستارت خلاص خلص كل حاجه. تمام يا فندم. مجرب يا فندم ممكن ده اتفضل يا مس مروه. مش ممكن اتفضل تستخدم اوفيس ميك. تستخدم اوفيس ميك احسن اوفيس ميك. اوفيس ميكس يا فندم على شهر 5 هيتقاعد. على شهر 5 هيتقاعد. نعم
عشان كده يعني هم منزلين الجديد عشان كده يعني هم منزلين الجديد. لو تلاحظوا يعني مثلا لو خانه الديسكورد يعني مثلا هي نفس خانه الميك هي نفس خانه الميك في الميك خاصه بالميك خاصه بالميك فده تحديث للباور فده تحديث للباور في الميك خلاص فما لهوش لازمه دلوقتي حتى العمل عليه حتى العمل عليه اتعلم حاجه مؤقته شكرا يا مستر وائل شكرا يا مستر وائل. بنشكر حضرتك مستر وائل على بنشكر حضرتك مستر وائل على جميل تحتمل. في سؤال فني بقى بعيد عن الاوفيس والحاجات دي لمين الاول يا فندم؟ لمن يستطيع الإجابة دائما عندك الإجابة جاهزة يا مستر تلاميذك يا مستر الله يبارك في حضرتك كده تمام انت كده قصفت الجبهة يا فندم يعطيك الصحة يا مستر وياكم يا رب طب بالنسبة للأسئلة بتاعت الاجتماع بتاع النهارده امتى ان شاء الله؟ ده الكلام ده لينا احنا يا فندم صح؟ ان شاء الله خلال ساعة يا فندم ماشي شكرا يا فندم على الإفادة السادة الحضور أحب التحيي نورتونا وشرفتونا على يا رب يكون استفدتوا تمام يا مستر وائل ما شاء الله شكرا لكم يعني جميعا يعني شكرا استاذ وائل ومش نجلاء العفو يا مستر علاء مستر محمد شرفنا بحضرتك على الحضور انتوا فعلا نورتونا النهارده اللقاء ونتمنى فعلا ان احنا تكونوا استفدتوا الحمد لله استفدنا تمام شكرا للجميع يا فندم وفي حفظ الله واستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه السلام عليكم ورحمة الله وبركاته